يكون الله يبليك مثل ما ابتلى هذا المواطن أنه ينقطع راتبك 900 سنة. ليش 9 أشهر ما يأخذ راتبه؟ بلال شلونك؟ أنا أستاذ نجم حبيبي الله يحفظك ويعزك. بلال شنو قضية أختك؟ يعني أستاذ نجم بس على السريع لأن ما عندي وقت. تستلم راتب. نعم أختي تستلم راتب والدي راتب مدني، والدي خدم الدولة بدائرة الزراعة 33 سنة، تحول الراتب إلى يعني هي مطلقة وعايشة وياي بالبيت. وين المشكلة؟ راتبها توقف. المشكلة إنه هي استلم وراتبها توقف اليوم صار له 9 أشهر. يا أبو شنو المشكلة؟ قالوا أكو تزوير معاملات بمصرف رافدين الفلوجة. أما مزورين رقمها التقاعدي واسمها الرباعي فقط وباقي المعلومات لفتاة ثانية. أنا شفت المعاملة وشفت الصورة مال البنية. أنت برسالتك يا أخ بلال تقول ماخذين الرقم التقاعدي وهذا ورايحين صارفين البنية ثانية. أيه يصرفون البنية ثانية. نعم نعم. يعني استخدموا بياناتكم. عندك دليل ما يثبت على هذا؟ اي موجود بالنزاهة، المعاملة موجودة بالنزاهة والله، وقدم الطلب. هاي قبل ايش قد؟ النزاهة اليوم صار لي اليوم 9 أشهر. هذا بوقت يا مدير منو كان مدير التقاعد يا بلال؟ مدير والله اعتقد كان ممكن عمر جدوخي، اعتقد كان عمر جدوخي. والان الى الان الى الان راتب اختك متوقف عن 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 الصرف. اي والله. زين انت واجهت مدير تقاعد الفلوجة قلت له هاي الحقيقة؟ واجهته. شو يقول؟ قال لي اكو معاملات مزورة واقفة، المعاملة مالتكم زوري معاملة. راجع تقاعد الانبار وتقاعد بغداد وهسه جاي راجع بالنزاهة. كل ما وصل للنزاهة يقولوا لي الما يكمل التحقيق الاداري انتو حقوقكم مضمونة. التحقيق الاداري 9 أشهر بالفلوجة؟ والله يقابلت قاضي النزاهة الأستاذ أحمد الراوي وقدمت 3000 طلبات يكتب ترفق الأوراق مع التحقيق الإداري ولليوم التحقيق الإداري. القاضي صح، لكنه أنت صار 9 أشهر بتقاعد الفلوجة. نعم. التحقيق الإداري ما كمل. الله وكيلك أستاذ نجم. يمكن رايح 25 مدير تقاعد الفلوجة. قبل ما أختم اسمح لي بلال، مدير تقاعد الفلوجة مواطن توقف راتبه، ما قال لك اعمل لي شو اسمه مفاعل نووي، ده يقول لك معاملتي وبياناتي مزوره. 9 أشهر تحقق، 9 أشهر تحقق، كون الله يبليك مثل ما ابتلى هذا المواطن انه ينقطع راتبك 900 سنه. ليش 9 أشهر ما ياخذ راتبه على معامله تزوير، معامله بيها خطا؟ ماشي اكتشفت انت حضرتك عنده تزوير، او المواطن اكتشف في دائرتك الموقرة تزوير. إذا كان تزوير إلك كحقوق إلك أنت كمدير دائرة تقتص من المواطن، وإذا كان أكو حقوق للمواطن على دائرتك تقتص المواطن. لكنه أنتو ماكو قانون يحاسبكم. الفلوجة والأنبار بيكم فساد أكثر ما أن فسد الشيطان في الأرض. شكرا لكم.